سيدات السادة النواب، في هذه اللحظة الفارقة في العملية السياسية العراقية ونحن نمر بتحديات صحية لا تخفى على الجميع، وهي ليست في بلدنا ويتعرض لها أبناء شعبنا فقط، ولكن وباء يواجه الإنسانية جمعاء، وأيضا هنالك تحديات تواجه الوضع الدستوري لتشكيل الحكومة العراقية بعد استقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي. مرت مراحل عديدة لتشكيل أو محاولة تشكيل حكومة، أتمنى أن تتكلل بنجاح بجهودكم، بجهود السيدات والسادة النواب ومن يقف خلفهم من القوى السياسية، بأن نشكل حكومة قوية قادرة على مواجهة هذه التحديات والإيفاء بالتزاماتها والتزاماتنا تجاه مواطنينا. وفي هذه اللحظة لا ننسى من ضحوا بدمائه من أجل العراق. أطلب من المجلس قراءة سورة الفاتحة على شهداء العراق أجمعين. شكرا. ولا يفوتني أن أتقدم باسم إخواني وأخواتي أعضاء مجلس النواب بالتقدير العالي للتفاني وروح الإيثار من النائب زميلنا الأستاذ عدنان خضير الزرفي، الذي راعى واقع الذي تمر به العملية السياسية، وفي نفس الوقت آثر على نفسه إلا أن يكون جزء من إخوانه وأخواته وأن يجعل الأمور تسري باتجاه تشكيل حكومة جديدة. فأتقدم لك بالشكر سيادة النائب. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نيابة عن الشعب، نفتتح الجلسة الأولى للدورة النيابية الرابعة السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني، ليوم الخميس. خير ما نفتتح به الجلسة تلاوة آيات من الذكر الحكيم. يتفضل القارئ عبد المهيمن النعيمي. سيدات سادة النواب، النصاب 255. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. شكرا. صدق الله العظيم. سيدات سادة النواب، أطلب التصويت على إضافة فقرة في جدول الأعمال لتأدية اليمين الدستورية لبعض البدلاء عن النواب المستقيلين والذين انقطعوا عن العمل. أطلب من المجلس إضافة هذه الفقرة. شكرا، تمت الموافقة. الفقرة أولا تأدية اليمين الدستورية للسيد حسن خضير عباس شويرد بديلا عن السيد النائب اياد هاشم حسين علاوي الذي قدم استقالته الى رئاسة مجلس النواب ووافقت رئاسة المجلس على استقالته. وردنا كتاب المفوضية الذي يؤكد ان السيد حسن خضير عباس شويرد هو البديل للسيد اياد هاشم حسين علاوي. ايضا اشارة الى قبول رئاسة المجلس استقالة النائب ميران محمد عباس، جاوبتنا المفوضية بالبديل هي السيدة ريزان ديلير مصطفى علي. وأيضا أجابت المفوضية على أن السيد علي غرقان عامر حسين هو بديلا عن السيد النائب محمود عبد الرضا طلال. أطلب من السيد علي غرقان عامر حسين والسيدة ريزان ديلير مصطفى علي والسيد حسن خضير عباس شويرد التفضل لتأدية اليمين الدستورية. نعم، يضافون بعد تأدية اليمين يضافون إلى النصاب. تفضل السيد النائب. اليمين الدستورية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وترواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات
ألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد. بأمانة وحياد. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. موفقين. مبروك 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 مبروك. إضافتهم إلى النصاب. الفقرة ثانياً التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة المكلف السيد مصطفى الكاظمي. تفضل سيد رئيس الوزراء المكلف إلى المنصة لعرض المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية. تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر، أتشرف بالوقوف اليوم أمام منبر الشعب وأمام ممثلي الشعب في مرحلة تاريخية صعبة نواجهها معا كمواطنين عراقيين مهما كانت مواقعنا وانتماءاتنا. إنها مرحلة صعبة، التحديات التي يواجهها العراق كبيرة، اقتصاديا، أمنيا، صحيا، وحتى اجتماعيا، لكنها ليست أكبر من قدرتنا على التصدي لها. نحن معا كعراقيين أصلاء من البصرة الفيحاء إلى كردستان ومن النجف إلى الموصل، قادرون على حماية بلدنا. نحن معا قادرون على تأكيد على السيادة الوطنية وتجاوز الأزمة الاقتصادية وحماية شعبنا من المخاطر الصحية. العراق يسعى إلى علاقات الأخوة والتعاون مع الأشقاء العرب والجيران والمجتمع الدولي. وساسة العراق في أمس الحاجة للإصغاء إلى صوت أهلنا وشبابنا على امتداد الوطن ومطالبهم للمشروع. هذه الحكومة جاءت استجابة لأزمة اجتماعية، اقتصادية، سياسية. هذه الحكومة حكومة حل وليست حكومة إزمات. لكن صريحا معكم السادة النواب ممثلي الشعب العراقي العظيم، لقد تشرفت اليوم مرة ثانية بتكليفي تشكيل حكومة لمرحلة انتقالية تحيط بها أزمات ظلت تعيد إنتاج نفسها وتتراكم سلبيا منذ الإطاحة بالنظام الاستبدادي منذ عام 2003 ولحد الآن، ولكني لست في وارد توزيع الاتهامات والمسؤوليات عما نحن فيه، بل نحن هنا اليوم لكي تتضافر جهودنا جميعاً والاعتماد على يقظة شعبنا وإرادته في التغيير لتجاوز الأزمة التي تفاقمت
في الفترة المنصرمة. سأسعى أيها الأخوان، قدر ما أستطيع وما ألقى من دعم وتفهم للصعوبات وتذليلها لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية بأسرع ما يمكن، إذ ما قمنا معاً وسوياً بتأمين كل المتطلبات القانونية والمادية السياسية لهذه المرحلة. ولهذا لن أسمح لنفسي بالاستفاضة في تقديم برنامج حكومي مغري يثير الالتباس هنا وهناك في أنني أفكر بإطالة المرحلة الانتقالية بأي شكل من الأشكال. اطمئنوا. ومن هذا المنطلق وضعت مهمة أساسية أمام حكومتي، هي المطالب الشعبية المحقة التي نالت الاستجابة منكم بالتحضير للانتخابات النزيهة المبكرة وتمهيد الطريق أمام انتخابات النزيهة. يجب قبل كل شيء تأكيد سيادة الدولة في كل المجالات وفقاً للدستور. وفي المقدمة حصد السلاح بيد الدولة وقواتها المسلحة وبأمرة القائد العام للقوات المسلحة، وعدم تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات ومنع استخدام أرض العراق للاعتداء على الآخرين والجيران. لقد وضعت البرنامج الحكومي تحت تصرفكم بعد الأخذ بالاعتبار الملاحظات الواردة منكم. إن المهام المطروحة للحكومة تشمل العمل على إيجاد الموارد المطلوبة كأولوية لمواجهة وباء كورونا، وما يتطلب من تعاون ودعم من منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية. تتحدث الحكومة بكفالة حرية التعبير وحماية المتظاهرين السلميين وساحاتهم والتعاون معهم لمحاصرة كل من يريد الإساءة لسلمية الاحتجاج وملاحقة المتورطين بالدم العراقي. كما أن الحكومة سوف تبذل جهداً استثنائياً لإيجاد موارد للتخفيف مما يعانيه المواطنون من بطالة ونقص فاضح في الخدمات، وإيجاد موارد تغطي رواتب العاملين والمتطلبات الضرورية للدولة، ومواجهة الفساد بحزم بكل الإمكانيات. ستعمل الحكومة على معافاة الحياة السياسية وإيجاد إطار يجمع جميع القوى والأحزاب والمنظمات المهنية والمتظاهرين والاتحادات النقابية والحركة النسائية والاهتمام بالمشاركة من لا تمثيل له في الحكومة عبر لقاءات تشاورية. ستعمل حكومتي على ترسيخ العلاقة والتعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفقاً للدستور. الأخوات والأخوة الأعزاء، أتعهد في التشاور معكم كلما واجهت صعوبة أو إشكالية، ولاقتضى الأمر سأكون أمام هذا المجلس الموقر لأضعكم في صورة ما أحتاج من عون ومشورة. التشكيلة الوزارية أمامكم، أتطلع إلى منحها الثقة. أشكركم على حسن إصغائكم ودعمكم. المنهاج الوزاري، أولاً الأولويات، ثانياً تطوير المؤسسات الأمنية وإصلاحها، ثالثاً معالجة التحديات الاقتصادية والمالية، رابعاً ركائز العلاقات الخارجية، خامساً مكافحة الفساد والإصلاح الإداري، سادساً العدل معيار للدولة الناجحة، سابعاً الاحتجاج السلمي طريقاً لإرشاد الدولة،
الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والمحافظات. أول الأولويات: إجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي من قبل السلطة التشريعية، ودعم المفوضية انتخابات، وتطبيق كامل لقانون الأحزاب، وتلتزم الحكومة بتأمين المتطلبات المالية واللوجستية والأمنية لإجراء الانتخابات ضمن التوقيتات الزمنية المحددة وبكل نزاهة وشفافية وعدالة في التنافس، ووفقاً لمهام المناطة دستورياً وقانونياً بالحكومة. ثانياً، تسخير إمكانيات الدولة لمحاربة جائحة كورونا بما يشمل دعم خلية الأزمة المختصة بهذا الشأن، وتوفير المستلزمات الصحية من أدوية ومعدات وأجهزة، والانفتاح على الدعم والخبرة في المجال الدولي، ووضع أسس نظام صحي حديث برؤية مستقبلية. ثالثاً، فرض هيبة الدولة من خلال حص السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية، وفرض التزام الجميع بالقانون والخضوع لأحكامه. رابعاً، إعداد مشروع قانون موازنة استثنائي يعمل في حال إقراره من مجلس النواب الموقر على التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية وتداعيات انهيار أسعار النفط، وتراعي الدولة من خلال قانون الموازنة كل المواطنين، وتهتم بالمحافظات كافة، المحافظات الجنوبية المحرومة، والمحافظات التي تعرضت للدمار بسبب تنظيم داعش الإرهابي وإقليم كردستان، والاهتمام بتنويع مصادر الدخل. خامساً، فتح حوار وطني مسؤول وصريح مع فئات المجتمع المختلفة بهدف الإصغاء إلى مطالب حركة الاحتجاج السلمي وتطبيق أولوياتها الوطنية، والشروع بحملة شاملة للتقصي والمساءلة بشأن أحداث العنف التي رافقت احتجاجات، وتطبيق العدالة بحق المتورطين بالدم العراقي، والعمل على اهتمام بعوائل الشهداء والتكفل بمعالجة الجرحى. سادساً، حماية سيادة العراق وأمنه، والعمل على إنتاج رؤية وطنية مشتركة للتفاوض بشأن مستقبل تواجد القوات التحالف الدولي في العراق ضمن نطاق الحفاظ على أمن البلاد واستمرارية مكافحة فلول الإرهاب وخلاياه. سابعاً، يعد ملف مكافحة الفساد من ضمن أوليات الحكومة عبر الاعتماد على الآليات القانونية والخطوات العملية لضمان الحفاظ على المال العام ومحاسبة المفسدين واسترداد المال العام المسروق داخل العراق وخارجه. ترسيخ قيم المواطنة. ثامناً، ترسيخ قيم المواطنة مع احترام التنوع الديني والمذهبي والعرقي والقومي في العراق، ورفض أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين على أساس انتماءاتهم الدينية والمذهبية والقومية. تاسعاً، تطوير وتحديث المؤسسات التعليمية والتربوية والبحثية والعناية بالثقافة والتراث العراقي. عاشراً، توفير كافة الإمكانات اللازمة لعودة النازحين إلى ديارهم وغلق ملف النزوح. ثانياً، المؤسسات العسكرية والأمنية وتطويرها. واجب جيش العراق حماية حدود الوطن وحفظ سيادته وحماية العملية الديمقراطية، ولا يتدخل في المناطق المدنية إلا بموجب أوامر استثنائية من القائد العام للقوات المسلحة، والضرورات الأمنية القصوى حسب حاجة كل محافظة وظروفها، ويتم دعم الجيش بصنوفه كافة بالأسلحة والتدريب والتهيئة اللازم. ثانياً، تتولى وزارة الداخلية عبر تشكيلاتها الأمنية المختلفة مهمة حماية الأمن الداخلي والسلم الأهلي وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته المنصوصة عليها دستورياً، ويتم تنظيم منتسبيها وكوادرها وآليات عملها وتسليحها
وتدريبها للقيام بمهامها وفق المعايير المهنية والانضباط واحترام حقوق الإنسان. تستمر الأجهزة الأمنية، جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي بأداء مهامها حسب الاختصاص والقوانين النافذة، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. رابعاً، تعزيز وتطوير الأجهزة الأمنية كافة بما يشمل ربط المؤسسات المختلفة وتحقيق التكامل الأمني المطلوب في أدائها، والتأكيد على مبدأ أن كل القوات العسكرية والأمنية هي في خدمة الشعب وتطلعاته ووحدة أمن ووحدته وأمنه وحماية مقدراته، وأن لا جهة أو قوة من حقها أن تكون خارج سياق الدولة. خامساً، تأمين التسليح والذخيرة للقوات الأمنية لمواجهة الخطر المتزايد لعصابات داعش الإرهابية في المحافظات المحررة وضبط الحدود. سادساً، تفعيل العقيدة العسكرية المهنية واحترام سلسلة المراجع ومراعاة التوازن في تمثيل مكونات المجتمع. ثالثاً، معالجة التحديات الاقتصادية والمالية. العمل في المدى القصير على معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي وإيقاف أبواب الصرف الغير ضروري وتطوير نظام الجباية والتعرفة وفتح مفاوضات جادة لاستعادة حصة العراق التي تقلصت مؤخراً، وستتعاون الحكومة مع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتطوير البرنامج الكفيلة بالحد من آثار الأزمة الاقتصادية، خصوصاً فيما يتعلق بتخفيض عجز الميزانية والإدارة الكفوة للموارد المالية. ثانياً، تشكيل مجلس الأعلى للإعمار والاستثمار وفق تشريع قانوني، على أن يقوم المجلس بوضع خطة شاملة للإعمار والاستثمار في مجالات البنى التحتية للخدمة والصحة والتربية والتعليم والسياحة، يتم تطبيقها في المحافظات كافة وفق رؤية استراتيجية متوالية المدايات. ثالثاً، تطلق الحكومة مشروعاً باسم صنع في العراق لتشجيع الصناعة المحلية والإنتاج الزراعي والحيواني من خلال آليات وقوانين وقروض ميسرة للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وتطبيق شامل ومدروس للتعرفة الجمركية بما يتناسب مع حاجة السوق العراقي ومقتضيات المصلحة العامة وأوليات الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي. رابعاً، تطوير الأداء المصرفي من خلال تعزيز الثقة بالمصارف العامة والخاصة بما يشمل نشر التكنولوجيا المصرفية وربط الأنشطة الاقتصادية بالمصادر واعتماد الرقم الوظيفي، ويتولى البنك المركزي وضع خطة بسقف زمني مداه عام واحد لتطبيق المكننة في المصارف. خامساً، تشجيع الاستثمار في مجالات السياحة والتكنولوجيا والاتصالات والمواصلات. سادساً، البدء بالإصلاح الإداري الشامل في مؤسسات الدولة حسب دراسات محكمة، وبما يشمل تسهيل حركة الاقتصاد وتنشيط عمليات الاستثمار والقضاء على حلقات الإدارية الفائضة ومنع منافذ الفساد في عقود الدولة ومشاريعها وتعاملاتها. سابعاً، استكمال مشروع الحكومة الإلكترونية والشفافية بما يشمل مؤسسات الدولة كافة حسب السقوف الزمنية المحددة. ثامناً، وضع برنامج تمكين وتشغيل واسع للشباب في القطاع الخاص، وتأمين الضمان الاجتماعي مع عناية خاصة بتمكين المرأة وتعزيز دورها وحضورها في المجتمع. تاسعاً، توسيع نطاق المشمولين بالرعاية الاجتماعية محدودي الدخل والمتضررين من فيروس كورونا في ضوء الأزمة الاقتصادية الحالية، ورعاية جرحى العمليات العسكرية وعوائل الشهداء. عاشراً، اعتماد منظومة في المؤسسات الدولة عامة على وجه الخصوص في هيئة المنافذ الحدودية والنظام الجمركي. 11، استكمال وإرسال مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية وتشكيل وفد تفاوض للتباحث مع الشركات النفطية بشأن
تعقيد عقود جولات التراخيص في ضوء المتغيرات الحالية في السوق العالمي. رابعاً، ركائز العلاقات الخارجية. تقوم العلاقات الخارجية على ثلاث مرتكزات: السيادة، التوازن، ورؤيتنا لها هي والتعاون. السيادة: يرفض العراق أي مساس بسيادته الوطنية من أي دولة، وينتهج مبدأ المعاملة بالمثل في تعاملاته الدبلوماسية وعلاقاته الخارجية، ويحكم القانون العراقي نمط علاقاته الثنائية إقليمياً ودولياً، ويرسخ مبدأ عدم استخدام أراضيه للاعتداء على أي من جيرانه، وعدم السماح بتحويل أراضيه إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية ومنع أي اعتداء أو توغل داخل أراضيه. وفي هذا الإطار، فإن الدولة العراقية لن تتعامل مع الدول الأخرى إلا في نطاق السيادة والأعراف الدبلوماسية، وسوف تتعاطى مع مؤسسات رسمية في علاقاتها الخارجية وفي نطاق قواعد الدبلوماسية الدولية، وليس مع أشخاص أو جهات غير رسمية. التوازن: لا يمكن ضمان السيادة من دون اعتماد مبدأ التوازن في العلاقات الخارجية، وتوازن العراق ينطلق من عدم تبني سياسة المحاور وعدم الدخول طرفاً في الصراعات والانفتاح الإيجابي على الدول الشقيقة الصديقة في نطاق عمقه العربي وجواره الإسلامي والتزاماته الدولية. التعاون: يسعى العراق إلى بناء منظومة متكاملة من المصالح المشتركة في علاقاته الخارجية على المستويات المختلفة، استناداً إلى مبدأ السيادة الوطنية، وتسعى الدولة العراقية للإسهام الفعال في حل الأزمات الإقليمية والدولية وضمان مصالحها الوطنية عبر الحوار والتعاون الثنائي والدولي في المياه المشتركة وحقول النفط والغاز والتجارة العادلة والتعاون الأمني والاستخباري لضمان الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب وملاحقة غسيل الأموال ومحاصرة الفساد العابر للحدود والتجارة الغير مشروعة والتهريب والجريمة المنظمة. وبالنظر لقرب موعد بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة فيما يخص تنظيم العلاقة بين البلدين وتواجد قوات التحالف الدول في العراق، ستهيئ الحكومة بكل دقة ورصانة وبما يقدم مصلحة العراق العليا في الملف الخاص بالمفاوضات وما يرعى تطلعات شعبنا العظيم. خامساً، مكافحة الفساد والإصلاح الإداري. تبدأ عملية مكافحة الفساد من خلال وضع استراتيجية فعالة وفق التالي: تعزيز التكامل بين المؤسسات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد والرقابة الإدارية، وتبني خطوات عملية واضحة وفعالة ومعلنة من أجل تفعيل القوانين النافذة لمحاربة الفساد والرقابة الإدارية والمالية، ويشمل ذلك ملاحقة الأموال العراقية المهربة إلى الخارج وتقديم القوانين اللازمة لمتابعة ملفات الفساد المعطلة وتسخير إمكانيات الدولة الأمنية لتطبيق القانون على الفاسدين مهما بلغ نفوذهم، والبدء الفوري بتدقيق السجلات المالية للشركات والشخصيات وأصحاب الرؤوس الأموال المشكوك بحصولهم على أموال بطرق غير مشروعة واسترجاعها لخزينة الدولة. 2. الإصلاح الإداري وسد كل الثغرات الممكنة للفاسدين من خلال تحديث منظومة عقود الدولة وآلياتها ومعايير الاستثمار وتقييم الشركات العاملة وتطبيق منهجية صارمة في التقييس والسيطرة النوعية وتفعيل القوانين الشفافة والحكومة الإلكترونية وتمكين الصحافة الاستقصائية وحرية تداول المعلومات التي تحتاجها وسائل الإعلام لتكون رافداً لمؤسسات الدولة في متابعة ملفات الفساد وتفعيل عمل مجلس الخدمة الاتحادي. سادساً، العدل معيار للدولة الناجحة. احترام سلطة الهيئات القضائية وتوفير الحماية لها لتقوم بدورها الوطني في التصدي للخارجين على القانون على المستويات كافة، تفعيل تطبيق القوانين والتعليمات الداعمة لاستقلالية السلطة القضائية ولوائح الدولة بخصوص النظام القضائي
مع مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات. ثالثاً، التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لدعم استقلالية القضاء. سابعاً، الاحتجاج السلمي طريق لإرشاد الدولة. العمل على تشكيل مجلس استشاري شبابي تطوعي مرتبط بمكتب رئيس الحكومة يمثل المحافظات العراقية كافة، ويتم التنسيق مع المجلس بشأن الخطوات الحكومية الخاصة في مجال الإصلاح، ويكون لهذا المجلس دور في صياغة آليات دائمة لحماية الحق في التظاهر وضمان سلميته واعتباره ممارسة ديمقراطية صحيحة تعكس وعي الشباب العراق والتزامهم بمقتضيات الإصلاح وبسيادة بلدهم وأمنه وسلام شعبه. ثامناً، الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والمحافظات. ستعمل الحكومة الاتحادية بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان على معالجة المشاكل العالقة واحترام الاتفاقيات بين الطرفين وفق الدستور من أجل تحقيق المصالح العليا للبلد وتوحيد الجهود في جميع المجالات. ثانياً، تعمل الحكومة مع مجلس النواب الموقر على تطوير التشريعات اللازمة لتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات الغير مرتبطة بإقليم وفق مبدأ اللامركزية الإدارية المحتمل دستورياً وما يضمن التوزيع القانوني للصلاحيات ومع تداخلها. شكراً جزيلاً. سيد رئيس مجلس الوزراء المكلف أو رئيس الوزراء المكلف، لتعزيز العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أطلب منك التعهد أمام مجلس النواب قبل التصويت على المنهاج الوزاري بعقد جلسة شهرية بحضورك لمداولة أمور الدولة العامة، ويوضع البرنامج أو يوضع منهاج الجلسة التداولية بين المجلس بين مجلس النواب وبين حضرتك والكابينة حضرتك يوضع بالتشاور، وهذا يزيد ويعزز من علاقة السلطة التشريعية بالتنفيذية. أطلب من حضرتك الموافق على هذا الطلب. موافق. شكرا. إشارة إلى المادة 76 من الدستور. أطلب من السيدات والسادة النواب التصويت على المنهاج الوزاري الذي طرحه السيد رئيس الوزراء المكلف، آخذين بنظر الاعتبار الملاحظات التي قدمت مكتوبة من السيدات والسادة النواب. نعم، اذكر الملاحظة، تفضل اذكر الملاحظة. طيب، فقط هذه الملاحظة، لأن وصلت كل الملاحظات مكتوبة. خلي تفضل اقرأها، تفضل اقرأها، اذكرها. سيد الرئيس، أحد التعديلات اللي أقرتها اللجنة اللي شكلت برئاسة السيد النائب الأول، واللي هو تطبيق قرار مجلس النواب بموضوع خروج القوات الأجنبية جدولة. نعم، خروج القوات، لا كان، والتعديل جاءت التوصيات بوضع جدولة لخروج هذه القوات. نؤكد نعم على هذه النقطة. نعم، أن يتعهد رئيس الوزراء المكلف قبل التصويت على المنهاج بأنه سيطبق هذه النقطة. سيد رئيس الوزراء المكلف، المنهاج الوزاري يتضمن، يعني قرار اللجنة المشكلة هو أمام جنابك وموجودة بها الفقرة ذكرها السيد النائب التي تتعلق بجدولة. أنا ذكرت في برنامجي في نعم موضوع المفاوضات وإعادة الجدولة، موجودة في الفقرة. نعم، ذكر كلمة الجدولة. جزء الملاحظات التي قدمت بشكل رسمي إلى السيد رئيس الوزراء المكلف هي جزء من المنهاج الوزاري. أطلب من المجلس التصويت التي قدمت من السيد النائب الأول رئيس اللجنة. أطلب من المجلس التصويت على المنهاج الوزاري متضمن الملاحظات. نعم، موافقة الغالبية العظمى من النواب، تمت الموافقة. سيد رئيس الوزراء المكلف، تفضل اعرض الكابينة الوزارية بشكل منفرد. السيد وزير الدفاع الفريق جمعة عناد سعدون خطاب. أطلب من المجلس التصويت على المقاتل أحد أبطال التحرير الفريق جمعة عناد وزيرا للدفاع، علما أنه قدم استقالته مكتوبة إلى السيد رئيس الوزراء. أطلب من المجلس تصويت على وزير الدفاع. نعم، الموافقة بالإجماع. أطلب
من السيد رئيس الوزراء المكلف استمر الفريق عثمان علي فرهود مشرف رئيس أركان الجيش السابق وزيرا للداخلية. أطلب من المجلس التصويت على بطل آخر من أبطال التحرير وزيرا للداخلية الفريق عثمان. تصويت السيد وزير المالية. توقف السيد رئيس الوزراء المكلف. تصويت تمت الموافقة. السيد الدكتور وصلوا للمايك علي عبد الأمير علاوي وزير المالية. أطلب التصويت على السيد علي عبد الأمير علاوي وزير المالية. احتساب العدد. إعلامي سادة سيدات سادة النواب. تصويت النصاب 266. المصوتين من السيدات والسادة النواب عدا المنصة 134. المصوتين من المنصة تصويتكم. المصوتين من المنصة 4. تمت الموافقة. وزير التخطيط الدكتور خالد بتال نجم عبد الله. أطلب من المجلس التصويت على وزير التخطيط دكتور خالد نجم بتال. نعم أغلبية واضحة تمت الموافقة. السيدة نازين محمد شيخ محمد وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات. أطلب من المجلس التصويت على وزيرة الإعمار والبلديات كما قرأ نازانين محمد. تصويت تمت الموافقة. الدكتور حسن محمد عباس سلمان وزيرا للصحة والبيئة. أطلب من المجلس التصويت على وزير الصحة والبيئة. تصويت نعم الموافقة حاصلة. الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب وزيرا للتعليم والعلوم والتكنولوجيا. أطلب من المجلس التصويت على الدكتور نبيل وزيرا للتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا. تصويت نعم تمت الموافقة. الأستاذ ماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء. أطلب من المجلس التصويت على وزير الكهرباء. تصويت تصويت نعم تمت الموافقة. وزارة التجارة الأستاذ نوار نصيف جاسم. أطلب من المجلس التصويت على وزير التجارة. تصويت للأسف لم تحصل الموافقة. تفضل وزارة التجارة لم تحصل الموافقة على وزارة التجارة. وزارة النقل ناصر حسين بندر حمد. أطلب من المجلس تصويت على وزير النقل ناصر.
ناصر حسين بندر. تصويت. أطلب تصويت. نعم، وزير النقل ناصر حسين بندر حمد. نعم، أغلبية واضحة، تمت الموافقة. السيد عبد الرحمن مصطفى فتاح أحمد وزيرا للعدل. أطلب من المجلس التصويت على السيد عبد الرحمن مصطفى فتاح أحمد وزيرا للعدل. تصويت. يعني واضح لم تحصل الموافقة. وزارة الصناعة الأستاذ منهل العزيز محمود. أطلب من المجلس التصويت على وزير الصناعة والمعادن منهل العزيز محمود. تصويت. نعم، تمت الموافقة. السيد عدنان درجار مطر وزيرا للشباب. أطلب من المجلس التصويت على الكابتن عدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب. تصويت. تمت الموافقة سد أوكان. أخوان، بهذه المناسبة أريد أشكر بعض القوى السياسية، اتحاد القوى المناطق المحررة، الذي بعثوا رسالة لكل المكونات المجتمع العراقي، أن الأخ كابتن عدنان درجال هو رسالة لوزير يمثل كل العراقيين ومشروع وطني وليس ضمن المحاصصة الطائفية. السيد الرئيس لعب دور كبير وكل القوى وكل الأطراف دعمت من الموضوع. أتقدم بالشكر إلى تحالف القوى العراقية لمساندته السيد رئيس الوزراء المكلف باختيار الكابتن عدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب ومساندة إخوانهم الآخرين خلال التصويت. شكرا جزيلا. نعم 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 نعم. الدكتور هشام صالح داود وزيرا للثقافة. أطلب من المجلس التصويت على الدكتور هشام داود وزيرا للثقافة والسياحة والآثار. تصويت. احتسبوا لي الأصوات. نائب نبيل الطرفي. نعم. تفضلوا مكانك. تفضل سيد النائب مكانك. تفضلوا مكانكم. احتساب المصوتين. المصوتين 57 من 266. للأسف لم تحصل الموافقة. السيد أركان شهاب أحمد وزيرا للاتصالات. أطلب من المجلس التصويت على وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد. تصويت. تمت الموافقة. أستاذ إسماعيل عبد الرضا اللامي وزيرا للزراعة. أطلب من المجلس التصويت إعادة الاسم. إسماعيل عبد الرضا اللامي. أطلب من المجلس التصويت على وزير الزراعة إسماعيل عبد الرضا اللامي. احتساب العدد. تصويت.
تصويت. أحتسب العدد. لم تحصل الموافق. تفضل. الأستاذ عادل حشوش جابر جاسم وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية. التصويت على وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل حشوش. تصويت. نعم تمت الموافقة. الدكتورة ثناء حكمة ناصر وزيرة للهجرة والمهجرين. أطلب من المجلس التصويت على وزيرة الهجرة والمهجرين ثناء. ثناء الاسم كامل. الاسم كامل للسيد رئيس الوزراء المكلف. دكتورة ثناء حكمة ناصر جرجيش. الدكتورة ثناء حكمة ناصر. تصويت. 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 للأسف لم تحصل موافقة. السيد مهدي رشيد مهدي وزيراً للموارد المائية. أطلب من المجلس تصويت على وزير الموارد المائية مهدي رشيد مهدي جاسم. تصويت. نعم أغلبية واضحة تمت الموافقة. عندي وزارتين أطلب تأجيلها، وزارة الخارجية والنفط، ولكن وزارة النفط لن تذهب فقط لمدينة البصرة. سيد رئيس الوزراء، بعد اسم من الأسماء. وزارة التربية لم تصوت عليه. وزارة التربية الأستاذ علي حميد مخلف محسن وزير التربية. أطلب من المجلس تصويت على وزارة التربية. تصويت. 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 نعم تمت الموافقة. سيد رئيس. نعم تفضل. مجلس النواب، السادة النواب المحترمين، أشكر الجميع لدعم هذه الكفاءات العراقية التي أجمعها أغلبها من داخل الوزارات، وأعتذر من كل المرشحين من وزراء الذين لم يحصلوا على الثقة، ولكن هذه العملية الديمقراطية. أشكر النواب مرة ثانية وعشمي أن نكون شركاء في العملية السياسية، وسوف ترون معكم شريك وصديق وأخ. شكرا جزيلا. سيد رئيس الوزراء المكلف، تم التصويت على 15 وزير بالإضافة 16. إلى المنهاج الوزاري 16. احسبوا لي العدد. 16. 15. نعم، وبالتالي النصاب المطلوب لتشكيل الكابينة الوزارية موجود. متى تتمكن من عرض الأسماء المتبقية للوزراء والذين أيضا لم ينالوا الثقة من مجلس النواب البدلاء؟ متى تكون جاهز لعرض الأسماء؟ في القريب العاجل إن شاء الله. أتداول مع السيد رئيس النواب ومع الكتل حتى أكون في خدمة المجلس. قد تتوقع المدة؟ المدة خلال قبل العيد إن شاء الله. يعني قبل، يعني نقول خلال أسبوعين. أسبوعين أقل من أسبوعين. أقل من أسبوعين إن شاء الله. نعم نعم. أطلب من السيدات والسادة النواب الوقوف لتأدية اليمين الدستورية للحكومة برئيسها السيد مصطفى الكاظمي.
تفضل تفضل، افتحوا له المايك. لا ابقى هنا. تعال سيد الرئيس، دولة السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيدات السادة النواب، أنا أحب أن أعرج على نقطة ما بها لا نقاش ولا أي شيء، فقط عدم الإطالة. نعم نعم، مو نقاش، أود أن أشكر السيد الكاظمي مصطفى الكاظمي لأنه تواصل معنا لأكثر من 4 لقاءات وواعد بإعطاء حقيبة للمكون التركماني، وفعلا كان صادقا في كلامه، ولكن قبل قليل اجتمعنا معه وبحضور قادة الكتل السياسية، والذي تفاجأنا به إخواننا أنه أحد الكتل السياسية المتنفذة رفض إعطائنا الكابينة الوزارية، والسيد رئيس مجلس النواب مشكورا هو الآخر ونائبيه قبل بالمقترح، وأردنا منه وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، نفس الكتلة المتنفذة رفضت إعطاء وزارة الدولة لمجلس النواب للمكون التركماني. نعم، هذه نقطة سنتباحث مع السيد رئيس الوزراء المكلف لتمثيل كل مكونات الشعب، وأنا أدعم ما طرحته جنابك وأيضا أخوات السيدات السادة النواب. دعمنا. نعم، اليمين الدستورية، أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء، وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياة، والله على ما أقول شهيد. شكرا شكرا جزيلا، شكرا جزيلا سيدات سادة النواب. مبروك أبو علي، مبروك حبيبي، كل التوفيق كل سيدات السادة النواب، بعد التصويت حضراتكم على المنهاج الوزاري والتصويت على أكثر من نصف الكابينة الوزارية، تعتبر حكومة السيد مصطفى الكاظمي قد نالت الثقة، ومبارك للأخ السيد مصطفى الكاظمي وأعضاء كابينة الوزارية، ونطلب منهم أن يمارسوا أعمالهم مباشرة وفورا لتلبية متطلبات الشعب والتصدي للأزمات، وسيكون مجلس النواب السند والعون للحكومة طالما التزمت بتنفيذ المنهاج الوزاري الذي تم التصويت عليه، والتزمت بتوفير متطلبات الحياة الكريمة للشعب العراقي. باسمكم وباسم كل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أبارك للشعب العراقي تشكيل الحكومة، ترفع الجلسة.